متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب صلاح تق الدين في مقالته بعنوان اتعظوا يا أولي الألباب، يقول: منذ ما قبل انتهاء العهد القوي المشؤوم ونواب الأمة أمام امتحان يحدد مصير ومستقبل البلاد والعباد، ويفترض أن يجتمعوا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية علّه يباشر بوضع الأسس الكفيلة بانتشال لبنان من قعر جهنم التي وصلنا إليها، غير أنهم فشلوا في 11 جلسة وسيظلون يفشلون في كل مرة يجتمعون فيها، ذلك أنهم غير قادرين على اتخاذ القرار الداخلي الذي يربطونه باتفاق خارجي، بعضهم يسميه تسوية والبعض الآخر يسميه الوحي، وكلا الحالتين ليستا سوى إملاء وفرض. وكتب حسين زياد منصور في مقالته بعنوان 2023 تستكمل الإضرابات، يقول: على الرغم من الإجراءات الأخيرة للحكومة في سبيل زيادة المداخيل والتقديمات لموظفي القطاع العام بعد إضراب استمر لأشهر عدة خلال العام 2022، إلا أن الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية أديا إلى تآكل القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين، إذ خسرت أجورهم ما يقارب 95% من قيمتها. فمنذ العام 2019 ولبنان يشهد أزمة انهيار اقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب التراجع في احتياطي المصرف المركزي ووجود نقص في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد. ويعتبر العام 2022 عام الإضرابات والاعتصامات والتحركات المطلبية، في الوقت الذي عجزت فيه الكثير من المؤسسات والقطاعات والشركات عن الاستمرار بسبب تدهور الأوضاع وتعثرها. أما هيام طوق فكتبت في مقالتها بعنوان انتخاب الرئيس وأفق مسدود مسدود يا ولدي، تقول: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 11 ستلتئم الخميس، لكن كل المؤشرات تدل على أنها ستنتهي بالنتيجة نفسها كسابقاتها، إلا انتخاب رئيس في ظل الاصطفاف والانقسام الحاد في البرلمان وتركيبته المتعددة وتعطيل نصاب الدورة الثانية، وتتنافس في صندوق الاقتراع الأوراق البيض مع أصوات لصالح النائب ميشيل معوض في ظل الحديث عن إمكان أن يكون هناك مواقف مرتفعة السقف على خلفية قضائية وما يجري مع أهالي ضحايا المرفأ، مع العلم أن بعض الجهات الأمنية يتخوف من عودة الناس إلى الشارع وحصول فوضى بسبب الأوضاع المعيشية وتأزم المشهد السياسي الذي تنعكس تداعياته سلباً على مختلف القطاعات والمؤسسات. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا، تابعونا على الموقع على الإلكتروني grandlv.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.